أهلا بكم. من المسؤول عن نزوح الملايين في العراق وبالتالي من المسؤول عن إعادتهم؟ من يقف خلف تأخير عودة النازحين؟ لماذا يتحمل النازحون هذه المعاناة مع أن العمليات العسكرية ضد داعش قد انتهت؟ ما دور المنظمات الدولية والمحلية في ملف النازحين؟ هل هناك مشروع تغيير ديموغرافي من وراء عدم السماح للنازحين بالعودة؟ ترك النازحين لهذا الوضع المأساوي ألا يعد عقوبة جماعية دون ذنب؟ ناشطون يطلقون حملة رجعوهم على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإعادة النازحين لمناطقهم. هل ستجد هذه الدعوات صداها في المحافل الدولية لإنقاذ النازحين العراقيين في الداخل العراقي؟ نسلط الضوء في هذه الحلقة على ملف النازحين في العراق وأسباب وعوامل استمرار معاناة النازحين وبقاء هذا الملف معطلا. نتابع سويا هذا التقرير. الاتهام بالإرهاب والعيش في المخيمات والموت، تلك هي خيارات النازحين في العراق. تحفهم المخاطر من كل جانب، يرزخون تحت وطأة فقر مدقع وسوء معاملة في مخيمات النزوح المنتشرة في عموم البلاد، دون أن تلوح أي بادرة لعودتهم إلى ديارهم بحسب مجلة فورين بوليسي الأمريكية. هذه الأعداد الكبيرة من النازحين التي تملأ المخيمات وسط إهمال حكومي ودولي لمعاناتهم، دعت الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى إطلاق وسم بعنوان رجعوهم، مطالبين بعودة النازحين إلى ديارهم وإغلاق مخيمات النزوح مع دخول العام السادس على معاناة النازحين الإنسانية. المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب أكد أن السلطات الحكومية في العراق تنتهك حقوق نحو 1.5 مليون نازح عبر تحويل مخيماتهم إلى معتقلات بدوافع طائفية. النائبة عن محافظة نينوى انتصار الجبوري قالت إن المحافظة لم تشهد أي عمليات لإعادة الإعمار ولم تؤهل البنى التحتية للمناطق المدمرة، في وقت تتحدث فيه الحكومة عن قرب حسم ملف النازحين والمتضررين من جراء العمليات العسكرية. بل إن الفساد وسوء الإدارة والعنصرية والطائفية هي من تسببت بسيطرة تنظيم داعش على الموصل، ولم يكن الأمر صدفة بحسب تصريحات رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي. لم تكن صدفة، أي واحد يقول صدفة مؤامرة، لا لم تكن صدفة. انتكاسة الموصل والتجرؤ والتجاسر على الموصل لم تكن صدفة، كانت نتيجة لسوء الإدارة والفساد والكراهية والطائفية والعنصرية أنتجت هذا الوضع. تفشي فيروس كورونا فاقم المخاطر التي يواجهها النازحون في المخيمات، وزاد من ضرورة الإلحاح على عودتهم إلى مناطقهم في ظل ضعف الإمكانيات في المخيمات لا سيما في المجال الصحي. ويبدو أنه لا وجود لبوادر حل لأزمة النازحين في عموم العراق، فبقاؤهم في المخيمات أصبح ورقة سياسية، وهو يلبي رغبات الساعين إلى التغيير الديموغرافي على أسس طائفية، كما هو الحال مع النازحين من جرف الصخر التي تسيطر عليها الميليشيات المدعومة من إيران وترفض عودة أهلها، وهكذا مع المناطق الأخرى، فضلاً عن استغلال ملف النازحين ضمن المساومات الحزبية وتحقيق المكاسب المالية. إذن أرحب بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام، ونسلط الضوء في هذه الحلقة على ملف النازحين في العراق، وأرحب بضيوفي الكرام. ضيفي في الاستوديو الأستاذ نظير الكندوري، الكاتب والباحث السياسي العراقي. مرحبا بك أستاذ نظير. حياك الله. وأرحب أيضا بالسيد محمد فوزي اللامي، الخبير الأمني والعسكري، انضم معنا عبر الهاتف من برلين. وأيضا أرحب بالدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، تنضم معنا من لندن عبر سكايب. أبدأ معك أستاذ نظير الكندوري. يعني تابعت قبل قليل في التقرير أن لتصريح الكاظمي يتحدث عن التجاسر على الموصل، ما تسببت به المعارك العسكرية هذه كلها نتيجة، يعني السبب هو سوء الإدارة والطائفية والعنصرية. يعني بعد كل هذه
المآسي التي حصلت وخصوصا لأهالي الموصل وأيضا باقي المحافظات الذين تعرضوا إلى أزمة نزوح كبيرة، يعني كيف تنظر إلى هذا التصريح في هذا التوقيت؟ يعني أنا فقط أريد أن أنطلق من التنصيص الذي فعل تقرير قناتكم الكريمة بأنه يقول أن الأمر لن يحدث صدفة، ونحن نتكلم عن رئيس وزراء كان في السابق هو مدير المخابرات العراقية، بمعنى أنه لديه المعلومات الكاملة عما يحدث. وعندما يؤكد على أن الكارثة التي حلت في الموصل وغيرها من المناطق هي لم تكن صدفة، ولكن حاول أن يخفف من هذه اللهجة ويقول إنها ناتجة عن سوء إدارة، ولكن ذكر كلمة أخرى تبين حقيقة ما يحدث في الموصل وما حدث في الموصل وباقي المناطق، إن لها أسباب طائفية، بمعنى أن أهالي الموصل وباقي المناطق التي تم يعني مهاجمتها من قبل عصابات داعش ومن قبل الحشد الشعبي كان لها أسباب طائفية، كونهم سنة، كونهم من المكون العربي السني، بمعنى أن هذه السياسة يتم يعني تنفيذها إرضاء لطرف خارجي الذي هو إيران، يعني محاولة لتكريس التغيير الديمغرافي في هذه المناطق لأجندات لا تخدم العراقيين، إنما تخدم دولة مجاورة تحاول أن تجعل من العراق منطقة نفوذ كبيرة وقوية لها ولمدى بعيد. وإلا ما هي الأسباب التي تجعل يعني كارثة مثل هذه الكارثة تحدث ولا يتم العمل على إصلاح هذا الشيء ولو بخطوة واحدة؟ هذا ما يعني نشهد الآن، يعني مدن مدمرة بالكامل، أحياء مدمرة بالكامل، بل حتى أن جثث الشهداء الذين سقطوا ما زالت موجودة تحت أنقاض هذه البيوت، ومع ذلك لم تقدم هذه الحكومة ولو شيء بسيط لاستخراج على الأقل يعني جثث الموتى. كذلك موضوع النازحين، ما زالوا لحد الآن في مخيمات النازحين ولم تبذل الحكومة جهدا لمعالجة هذه المشكلة. نعم. طيب أستاذ، ابقى معي أستاذ نظير الكندوري. أستاذ محمد فوزي اللامي طبعا الخبير الأمني والعسكري، ورحب بك مرة أخرى من برلين. طبعا هناك فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكم أستاذ محمد فوزي اللامي تشرحون فيه هذه الأسباب، أسباب سقوط الموصل وما جرى في الموصل، وهنا أيضا نربط الأمر بتصريح مصطفى الكاظمي الذي يتحدث عن سوء الإدارة، يتحدث عن الطائفية، يتحدث عن التجاسر، يتحدث أن هذا الأمر في ما جرى في الموصل وما خلفه من عمليات نزوح كبيرة وعمليات قتل جماعية، وليس فقط في الموصل، في جميع المحافظات المنكوبة، يعني أن الأمر لم يحصل صدفة وإنما سوء إدارة وطائفية، وكأن الأمر ممنهج. تفضل. يعني سيدي واضح بأنه الجهة نفسها التي تحمي نور المالكي اليوم، الشعب العراقي يطالب بمحاكمة نور المالكي، يعني أغلبية الشعب مقتنع بأنه هذه المؤامرة كانت من مشاركة نور المالكي وهو المتسبب فيها. لكن اليوم ما حد يقدر يحاكمه لأنه إيران هي اللي محتضنة هذا الملف، وإيران اللي هي اللي تعطي شرعية لهذا الرجل وحاميته. اليوم جرف الصخر خارج العراق وكأنها منطقة إيرانية، اليوم يتحكم بها الحرس الثوري وحزب الله، ممنوع العراقي يدخل، لا عسكري ولا شرطي ولا مدني، رئيس وزراء ما يقدر يوصل إلى هذه المنطقة كون أنها منطقة إيرانية. الدور الإيراني في العراق سيد الكريم هو الذي يتسبب بهذه الأزمات، ومن ضمنها أزمة النازحين. لا يوجد هنالك أي مبرر اليوم. يعني كيف، ما هو الدور النازحين؟ يعني ما هو الدور الذي تمارسه إيران في عرقلة رجوع النازحين إلى مناطقهم؟ يعني سيدي إيران تنطلق منطلق طائفي بحت، وهذه المناطق قد تكون هنالك مخططات لهذه لإيران، أنه هنالك ميليشيات تستخدم بعض هذه المناطق، تم استخدامها كمخازن العتاد وغيرها. عموما بقاء النازحين في المخيمات هو إطالة أمد الملف الطائفية، لأنه عندما يعامل جزء من الشعب العراقي وكأنه مواطنين درجة ثالثة أو مواطنين درجة رابعة، بالتأكيد سوف يكون انعكاسها نفسي على المواطنين، وتستمر الضغينة وتستمر هذه الفتنة الطائفية. أما في حال تم إعادتهم وبكرامة وتم تعويضهم ويسكنون طبيعيين والأطفال يعودون للمدارس، بالتأكيد سوف تخفف من هذا الملف وسوف تهدأ النفوس، وإيران لا تريد أن تهدأ النفوس، والسياسيين العراقيين الأحزاب الموجودة غير قادرة على تحريك هذا الملف، لأنه ذكرنا بأنه سيدي هذا الملف تقف فيه إيران
وبالنتيجة إذا لم تكن هنالك حملات شعبية ويصدر هنالك قرارات وتدخل مباشر من الأمم المتحدة، هؤلاء السياسيين وهؤلاء الأحزاب لا يهمهم وضع النازحين. نعم. أرحب بالدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. دكتورة فاطمة مرحبا بك. يعني لماذا لا توجد إلى الآن أي تحركات دولية باتجاه ملف النازحين في العراق والعمل على إعادتهم إلى مناطقهم بعد أن هجروا منها وهم في هذه الظروف السيئة؟ نعم، بالنسبة إلى التحركات الدولية من أجل إعادة النازحين، الحقيقة لا ننسى أن إعادة النازحين يعني عدم رجوعهم أقصد هنا يفيد أطراف، حتى أطراف دولية. إذا كانت هذه عدم عودة النازحين تصب في مصلحة هذه الأطراف الدولية، إذا لماذا يتم إعادتهم؟ بالتأكيد لا. الحقيقة مجرد هي يعني منادات بإعادة النازحين عن طريق الأمم المتحدة والدول وتقديم يعني النصح للحكومة بضرورة إعادة النازحين هي فقط مجرد دعاية إعلامية فقط، لا أقل ولا أكثر. نحن نعرف جيدا أن إعادة النازحين مرهونة بيد إيران، وهذا قد اعترف بها حتى سياسيين في العراق لعدة أسباب. أولا، لإيران أغراض توسعية في العراق، هذه من جهة. أيضا، من هي هذه المناطق التي لا يتم إعادتها؟ هي المناطق التي ناهضت العملية السياسية، وبالتالي هي ناهضت مشروع أمريكا. إذا كيف يتم إعادة سكان هذه المناطق التي أصلا أصبحوا الآن يصمون بأنهم داعش وتنظيمات إرهابية، وهذا كله فقط لأن يبقى لأجل أن يبقى هذه المناطق ضعيفة ولا تستطيع أن تسترد قوتها التي هي إضافة إلى قوة العراق، وبالتالي افتضحت الأهداف في العراق، افتضحت مشاريع الدولية في العراق. إذن لن يبقى الشعب العراقي، معناه لن يبقى الشعب العراقي ساكت. إذن عدم إرجاع النازحين هذا يعني أن هذه المناطق سوف تبقى ضعيفة، ومعنى هذا أن العملية السياسية سوف تستمر. طيب. والدستور سوف يستمر. نعم. طيب دكتورة، ابقى معي لو سمحت، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ نظير، يعني ألا ترى أن الدعاءات الكاظمي أو حديثه عن إرجاع النازحين إلى مناطقهم هي نفسها يعني حديث عبد المهدي وحديث حيدر العبادي؟ لماذا لا يقوم الكاظمي بخطوات مثلا مطمئنة للنازحين، عملية فعلية على أرض الواقع تجد انعكاسها وصداها مباشرة على الأرض؟ لماذا لا يعمل على إعادتهم إلى مناطقهم بسحب مثلا يعني الميليشيات من تلك المناطق واستبدالهم ربما بالجيش أو بالشرطة المحلية؟ لماذا كل هذه الخطوات معطلة وفقط تصريحات؟ يعني أنا أضيف إلى الحديث الذي تكلمت به أنه في زيارة الأخيرة يوم الأربعاء الماضي أعتقد إلى الموصل، زار مخيم للنازحين هناك وانطلق بوعوده التي لا تنتهي بإعادة النازحين وتسهيل أمر عودتهم إلى قراهم ومدنهم، وبالإضافة إلى أنه طالب المسؤولين بعمل جرد لأسمائهم وكأنه لا يعرف ولا ليس لديه جرد بأسمائهم لكي يحاول أن يرجعهم إلى مناطقهم. طيب. والحقيقة يعني مختصر كلامه أنه ما عليكم إلا بالصبر، لأن هذا الموضوع ربما يطول إلى سنين أخرى غير السنين التي مضت. إطالة أمد ملف الطائفية، هكذا تحدث الأستاذ محمد فوزي اللامي، يبقى ملف النازحين معقدا لإطالة أمد يعني ملف الطائفية، وبالتالي تحصيل مكاسب سياسية ومكاسب مالية. طبعا إلى مدى تتفق مع ملاحظة ذكية جدا، كون أن هذه الحكومة التي هي مبنية على تصورات طائفية تعتقد أنها لا تستطيع أن تكسب الحاضنة الشعبية لها إلا إذا كان هناك توترا طائفيا وعدوا وهمي يحاولون أن يجمعون القطيع الذي معهم اتجاهها. لذلك يعني عندما كانت الطائفية في عزها في 2006 و2007 كان هناك يعني التفاف حول هؤلاء السياسيين الطائفيين، وكلما كان لغة السياسة الطائفية أعلى نبرة
كان له يعني أتباع أكثر، ويحاولون أنهم يريدون استمرار هذه الحالة، لأن هؤلاء السياسيين الآن الماسكين في السلطة قد تعروا وقد فقدوا معظم ميزتهم السياسية عندما بدأ الشعب العراقي يتضح له ما هي آثار الطائفية على مستقبل بلدهم. كانت تظاهرات تشرين التي هي خالصة من أي بعد طائفي كانت فاضحة لهؤلاء السياسيين وجردتهم من كل امتيازاتهم الطائفية. وإلا يعني الآن نريد أن نقول أن الكاظمي الذي يقول أنا جئت من رحم التدافع الشعبي، يعني بمعنى هو يقول أنا جئت ممثلا إلى المتظاهرين، لماذا لا يفعل مجرد خطوات؟ يعني نحن لا نحاسبه على مدة الشهر التي قضاها أو أكثر من شهر، لكن هل بادرت بعمل شيء مطمئن لهؤلاء النازحين بأنهم سوف يعودون؟ كما قلت يعني من ضمنها أن أحد الأسباب التي تمنع النازح الرجوع إلى قراهم ومدنهم هي الميليشيات، مسيطرة عليها على مدنهم من قبل الميليشيات، وهذه الميليشيات هي بالأساس من جعلتهم نازحين، هي من اعتقلت أولادهم، هي من قتلت أبنائهم. لذلك النازح لا يستطيع أن يحفظ أمنه في مناطق إذا كانت الميليشيات مسيطرة عليه. لذلك فكان من الأولى أنه لا تصرف عليهم فلوس. هو يقول أنه النفط انخفض وميزانيتهم ضعيفة، يا أخي مجرد غير هذه القوات الميليشياوية بقوات الجيش أو قوات الشرطة المحلية لكي يضمن النازح أنه يستطيع أن يرجع إلى منطقته بأمان. طيب. هذا يعني مجرد خطوة لإبداء حسن النية. طيب. وإلا فإنه مجرد شعارات وكلام زائف لا قيمة له. طيب أستاذ نظير، أستاذ محمد فوزي اللامي، يعني تصريحات لوزير الدفاع جمعة عناد، يعني تحدث طبعا قال بأن السنة 80% من داعش هي من السنة ومن الغربية، هذه تصريحات طائفية. تحدثت قبل قليل عن موضوع إدامة أمد الطائفية للحصول على مكاسب سياسية والحصول أيضا على مكاسب مالية، يعني هل هذا يلقي بظلاله على المرحلة المقبلة؟ هل هناك مرحلة مقبلة قاتمة أيضا فيما يخص موضوع إطالة أمد بقاء ملف النازحين على هذا الحال، ولربما يسوء أكثر من خلال هذه التصريحات؟ يعني سيدي، أولا احنا استمعنا لرؤساء وزراء متعددين من خلال الحديث والدعايات وإعادة النازحين، واليوم الحديث يجب أن لا يكون مجرد حديث، بعد الناس ما تقتنع إذا لم تكن هنالك خطوات عملية. أما موضوع الملف الطائفي هو موضوع سياسي، اليوم أصبح محصور ما بين السياسيين وميليشياتهم وأتباعهم. حقيقة حاول جمعة عناد، وعندما صرح جمعة عناد بهذا التصريح انطلقت هاشتاغات طائفية على تويتر وفي وسائل التواصل الاجتماعي لجيش إلكتروني واضح أنه يتبع هذه الأحزاب، لكن الحقيقة لم يلقى صدى من المجتمع العراقي. الشارع العراقي اليوم أصبح أذكى من قبل، أصبح يعي الفكرة. لذلك تجد أنه اليوم فكرة إعادة النازحين، الحكومة اليوم قد تجد نفسها يعني المستقبل القريب محرج أمام الشعب العراقي. طيف عراقي واسع جدا، ليس فقط ذوي النازحين وليس فقط المناطق الغربية، اليوم هذا أصبح مطلب شعبي يتزايد الضغط عليه. لكن كما ذكرنا سيدي أن هذه أن هذا الملف بيد إيران، وتوجد لديها أدواتها في المنطقة وهي الميليشيات. الميليشيات اليوم أيضا قد تتعرض لموجة أمريكية من عقوبات أو استهدافات عسكرية، بما أنه الأمريكان اليوم على وشك أن يطلقوا موجة عقوبات جديدة. نحن يعني إذن التصور في القريب قد يكون هنالك انفراجة أمل أنه هذه الميليشيات اليوم ضعيفة، ليست هي كما حدث في عام 2014، وقد تكون أضعف مستقبلا، لكن لا توجد حقيقة نوايا لدى السياسيين أو لدى هؤلاء الأحزاب لحقيقة حلحلة ملف النازحين وإنهاء هذا الملف. طيب دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، ما يجري في العراق الآن وخصوصا في ملف النازحين، ما يرتقي لجرائم الحرب ومخلفات هذه الحروب، هؤلاء النازحون الذين هم لا ذنب لهم أبدا فيما جرى في العراق. هناك حملة قام بها الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملت عنوان رجعوهم. هذه الحملة تنادي
حل قضية النازحين والمختطفين والمغيبين قسريا وغيرهم ممن ظلموا في العمليات العسكرية وما بعدها، وإلى الآن لم تحل هذه الملفات، هل ستجد هذه الدعوات صدى في المحافل الدولية من خلال المنظمات الإنسانية والحقوقية؟ نعم، يعني الكثير هي من في الحقيقة الكثير من الدعوات والكثير من المناشدات التي أطلقتها العديد من المنظمات الحقوقية من أجل حلحلة موضوع النازحين وإعادتهم إلى مناطقهم. وفي الحقيقة هو الشعب العراقي هو الوحيد القادر على إرجاع النازحين إلى مناطقهم، وهذه يعني تعود لعدة أسباب. أولا يعني نزع الغطاء الوطني التي تتستر به هذه الأحزاب وهذه الزعامات السياسية الآن موجودة على الساحة والتي تتصدر المشهد، وهي في الحقيقة من تعرقل هذا عودة النازحين، سوف يجعل يعني سوف يجعلهم يحتزون طبعا، وسوف يجعلهم يستجيبون بالتالي ولو يعني أنا لا أعتقد أنها سوف تكون عودة 100%، ولكن في الحقيقة سوف تساهم في إرجاع النازحين. لا، لماذا؟ لأن يعني إطلاق مثل هذه الهاشتاغات سوف تفضح ما تقوم به الحكومة وميليشياتها في العراق، إضافة إلى الدول التي مستفيدة من عدم عودة النازحين. بالتالي هؤلاء سوف تضع أمام مشكلة أمام هذه الدول، وهي مساءلتها أمام شعوبها، كيف تتم يعني مساندة مثل هكذا حكومات سوف يتم وصمها بالعنصرية والتعصب والطائفية وغيرها، وهذه الدول المعروفة بمناشدة يعني بمساندتها. دكتورة فاطمة، من المؤكد أن ما يجري للنازحين وتأخير عودتهم هو بعلم الولايات المتحدة المسؤولة رقم واحد عن ما يجري في العراق من تداعيات احتلاله وغزوه وتدميره. لماذا يغض المجتمع الدولي الطرف عن ما يجري للنازحين؟ لماذا يعني تغض الولايات المتحدة الطرف عن ما يجري للنازحين؟ كيف تصفين ذلك؟ يعني بالتأكيد الولايات المتحدة يعني سوف تتعمد غض الطرف عن هذا الشيء، لأنها هي الأولى المستفيدة من هذا الذي يحدث للنازحين، المستفيدة ببقاء عمليتها السياسية ودستورها الذي كان النازحون هم الطرف يعني المناهض لهذه العملية السياسية وهذا الدستور. إذن كيف تريد من الولايات المتحدة أن يعني تنظر إلى مشكلة النازحين؟ إضافة إلى ذلك فإن الولايات المتحدة يعني مستفيدة من ضعف هذه المناطق من أجل أن تستفيد اقتصاديا من العراق ومن ثروات العراق، خاصة وأن يعني قدوم الولايات المتحدة واحتلالها للعراق لم يكن على أساس الديمقراطية أو نشر الديمقراطية وغيرها. ابقي معي دكتورة فاطمة لو سمحتي، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ نظير، يعني السياسيين السنة تحالفوا مع الكتل التي تمثل الميليشيات بحجة إرجاع النازحين إلى مناطقهم، ماذا فعل السياسيون السنة طيلة هذه السنين؟ هذا ما قالوه، نحن تحالفنا مع يعني كتلة الفتح اللي هي الممثل السياسي للميليشيات، يعني للقتلة، يعني للإرهابيين الحقيقيين، بحجة ماذا؟ بحجة أنه اللي ما تقدر تكاونه بوسيده، ذولا بوسوا ايدين قادة الميليشيات وبوسوا ايدين عملاء واذناب ايران بحجة انهم يضحون هذه التضحية من اجل ارجاع اهلهم الى مناطقهم، وهم كاذبون، هم يبتغون مصالحهم سواء شخصية او حزبية، والان يتنعمون بالعقود والصفقات بحيث ان الحلبوسي قاعد بالفلوجة ويعرض بالمشاريع التي يعملها في مدينته وإلى شخصيا، ويبيع ويشتري بالمناصب، كذلك الكرابلة وكذلك غيرهم، بحيث أصبحت السياسة وممثلين السياسيين عن المكون السني ما هم إلا تجار، ما هم إلا يعني لا يمتون للسياسة بصلة، مجرد صفقات سياسية. الشيء الآخر فقط أريد أن يعني أعقب على كلام الأخت الفاضلة دكتورة فاطمة.
في موضوع الهاشتاغات التي تنشر في مواقع التواصل، هذا الأمر مهم جدا، يعني لا ينبغي أن يتم التعامل معه كفعالية بسيطة. الآن مواقع التواصل هي عبارة عن رأي عام للمجتمع الذي تمثله، خاصة يعني مواقع مثل موقع تويتر ممكن أن يستشف من عند المراقب ما هو المزاج الشعبي لهذا. يعني من وجهة نظرك أستاذ نظير، تعتبر أن هذه الهاشتاغات أو مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر وسائل ضغط على الحكومة مؤثرة؟ بالتأكيد بالتأكيد. يعني حملة مثلا، الحملة اللي قبل أكثر من أسبوعين اللي هي حملة وينهم، اللي كانت هي تغطي موضوع المغيبين والمخطوفين والمقتولين، هذه أحرجت النظام السياسي بشدة لأنه فضحوا أمام العالم وكانت هناك ضغوط عليهم، بحيث أنه اضطر أن كثير من السياسيين أنفسهم أن يشاركوا بالحملة إما تأييدا أو يعني ضدها. الأمر الآخر، يعني ركزت الدكتورة فاطمة على موضوع موقف الأمريكان. الأمريكان حقيقة أنا أتفق معها أنه هي من تسببت في هذا، ولكن ليس بشكل مباشر، إنما الآن هي تضطهد المكون الذي قاتلها طيلة فترة احتلالها للعراق من خلال الفتنة الطائفية، من خلال الأحزاب الشيعية والميليشيات الشيعية، وبالتالي هي تحاول أن تريد أن تري هؤلاء المقاومين والمجاهدين ضد الاحتلال الأمريكي بسياسة الصدمة، بأنه عندما اتخذتم هذا الموقف انظروا إلى حال أهلكم ماذا فعلنا بهم، هم الآن في النزوح ومدنكم مدمرة. الكثير من المحللين يرى أن المشروع الأمريكي في العراق من ضمن حلقاته هو موضوع التغيير الديموغرافي، سنتحدث عنه. صحيح يعني، لكن أنا أقول إنه يعني الأمريكان فعلاً هم مستفيدون من هذا الوضع الذي يعني هم في أهل السنة، بحيث إن كثير من الناس والبسطاء يعتقد إنه الآن الحل والخلاص سيكون على يد الأمريكان، وهذه حقيقة يعني غير صحيحة. لا الأمريكان ولا الإيرانيين هم يبتغون. اسمح لي فقط أن أنتقل للأستاذ محمد فوزي اللامي. أستاذ محمد، ما هي وسائل الضغط على الحكومة لإجبارها لإعادة أو إرجاع النازحين إلى مناطقهم؟ سيدي حقيقة إبلاغ وإخبار الحكومة بشكل مباشر بالحقيقة، يعني هذا الحديث اللي نتحدثه، الفيديوهات اللي نطلقها، الهاشتاغات اللي اليوم يشارك بها أغلب الشعب العراقي، هذه هي وسائل الضغط، إخبار الحكومة مباشرة بالحقيقة أنكم هنالك عراقيين يسكنون في الصحراء وفي الخيام بدون أي مبرر وأي مسوغ سوى الانتقام الطائفي. فإما أن تعملوا خطوات حقيقية لإعادتهم، وإما أنكم مشتركون في هذا الملف وأنتم مشتركون حالكم حال بقية الحكومات التي سبقتكم. هذه هي سيدي اليوم الأمم المتحدة لا نراها حقيقة فعالة في هذا الملف، لا الولايات المتحدة ولا حتى الدول الصديقة، الدول العربية والدول الإسلامية الجارة للعراق، لا أحد يخبر الحكومة مباشرة بضرورة حل هذا الملف إلا الشعب العراقي. اليوم يجب أن يكون هنالك حملات مستمرة، حملة وينهم وحملة رجعوهم، حملات قوية جدا مشترك فيها العراقيين جميعا. اليوم هنالك مزاج شعبي عراقي وطني عام، اليوم تقريبا تستطيع أن تقول بأن العراق على مستوى الوعي اليوم في أفضل حالاته منذ عام 2003 حتى الآن. استغلال هذا الوعي اليوم، استغلال هذه الصحوة العظيمة للشعب العراقي التي جاءت على أثر ثورة تشرين المباركة، هذا الوعي العام اليوم، المزاج العام، إذا استغل بصورة صحيحة في وسائل التواصل الاجتماعي سيحدث حالة ضغط كبيرة جدا على هذه الحكومة، قد يضطرها إلى أنه تتحرك أو تفقد شرعيتها في المقابل. أعتقد سيدي بأن هذه الخطوات اليوم هي الخطوات المتاحة أمامنا والخطوات الوطنية الصحيحة التي ممكن أن تساعد في ملف النازحين وعودتهم. طيب دكتورة فاطمة العاني، المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب يقول بأن أكثر من 1.5 مليون نازح موجودون في العراق، هذا رقم كبير جدا وما خفي كان أعظم. انعدام يعني الحالة الإنسانية السيئة التي يمرون بها أو يمر بها هؤلاء النازحون، يعني من أوضاع قلة المدارس، قلة الغذاء، قلة الدواء، الخطر الذي يمر به العراق الآن من خطر جائحة كورونا، لها آثار كبيرة وخطيرة
على المدى المنظور وعلى المدى البعيد وربما حتى على الأجيال القادمة. كيف تصفين لنا هذه الآثار الخطيرة؟ نعم، في البداية أحيي الأستاذ نظير الكندوري، وأعتقد أن الكلام الذي تفضل به هو نفس الذي أنا قلته خلال مداخلتي. نعم، بالنسبة إلى الآثار السلبية للأوضاع السيئة التي يمر بها الآن النازحون وهي واضحة للعيان، يعني نحن نسمع كثيرا عن المناشدات التي تطلقها مخيمات النزوح من انعدام أبسط المقومات الإنسانية للحياة ومنها حتى الماء، والآن مع قدوم مع فصل الصيف المعروف بالحر الشديد في العراق، إضافة إلى الافتقار يعني الحياة الإنسانية التي ذات الأبسط الحقوق ومنها التعليم الصحة. هذا يعني أن في المستقبل سوف يكون هناك مستقبل مظلم للعراق، لأن نسبة النازحين الآن وعددهم الذي هو تقريبا 2 مليون نازح، يعني هذا أن هناك جيل سوف يكون في المستقبل جيل ضعيف ليست لديه قاعدة تعليمية، يعني الكثير من الأمية سوف تزداد في العراق، الفقر الذي يعيشه النازحون سوف يرفع معدلات الفقر في العراق، إضافة إلى ذلك معدلات يعني العنف سوف تزداد، خاصة وأن هؤلاء النازحون سوف هي من الفئات الضعيفة وهذه يسهل استقطابها من قبل العصابات والمجرمين، إضافة إلى ذلك أعداد المتسولين، أعداد المتسربين من المدى الأطفال هم غالبية في المخيمات النزوح لا يتمتعون بحقهم في التعليم، الصحة إضافة إلى ذلك سوف تكون هذه المخيمات بؤرة للأمراض كما تفضلت الآن، يعني كوفيد 19 الذي هو يتفشى في العالم وخاصة الآن في العراق ترتفع معدلات الإصابة من يوم إلى آخر، وهناك إصابات أيضا في بين صفوف النازحين، إذا المخيمات النازحون يتعرضون إلى إبادة جماعية. إضافة عذرا دكتورة فاطمة، سأعود إليك مرة أخرى. طبعا استمعت للأستاذ نظير إلى ما تحدثت به دكتورة فاطمة العاني، هناك أيضا موضوع مهم. قبل قليل تحدثت عن أن هناك مخططا للتغيير الديموغرافي في المنطقة، هنا يدفعنا للتساؤل عن انعدام الوثائق الثبوتية للأطفال. الآن الأطفال عندما يولدون وهم في سن معينة هناك انعدام للوثائق الثبوتية، ما هي آثارها الاجتماعية على حياتهم؟ نعم، أنا فقط أريد أن أثني على ما ذكرت الدكتورة فاطمة العاني وأضيف لما تحدثت به أن الظروف الحالية التي يعيشها النازحون ستصل بهم الحالة إلى مرحلة يعني انعدام الوجود. أنا فقط أريد أن يعني أعقب على موضوع أن المواليد الجدد الآن بدون أوراق ثبوتية، طبعا ليس الآن في سنوات النزوح، إنما حتى في سنوات التي كانت داعش تسيطر على مناطقهم كانت المواليد الجديدة لا تحمل أوراق ثبوتية كون أنه هذا شخص عراقي لأنه لا توجد دوائر رسمية. الشيء الآخر أنه سنوات النزوح الآن أيضا لا يمتلكون أوراق ثبوتية، وليس فقط المواليد الجدد إنما حتى النازحين الآن الذين خرجوا بملابسهم لا يمتلكون أصلا الأوراق الثبوتية أو سحبوا منهم الأوراق ربما. فقصدي هذا الأمر وصل إلى ماذا؟ إلى أنه سيكونون أشبه ما يكونون بالبدون، بدون هوية وبدون ما يثبت أنه عراقي. ويصادف أنه هذا الكلام مع تصريحات وزير التخطيط الجديد يقول نحن نهم بإجراء عملية إحصاء سكاني للعراق، وبالتالي هؤلاء سيكونون بلا أي هوية غير موجودين أصلا، تدل على أنهم عراقيين وبالتالي يتحولون إلى بدون. أنا أوجه كلامي إلى من يسمي نفسه بسياسي سني ويدافع عن أهله السنة، أنتم من تدافعون عنهم سيصبحون أقلية لا قيمة لها تدريجيا، هؤلاء المواليد وهؤلاء النازحين يعني مئات الآلاف ثم الملايين كلهم سيقصون كونهم عراقيين ويصبح لا يوجد أحد تمثلوه، يعني هذا موضوع خطير جدا. إذن وهذا هو الهدف الذي تريده إيران. إذن هناك أمر مهم، موضوع العملية السياسية وما قدمته للعراقيين. يعني الأمريكيين عندما احتلوا العراق جاءوا بمجلس الحكم ثم قاموا بتشكيل الميليشيات وإدخال فرق الموت وإدخال الجماعات المتطرفة إلى العراق وتشكيل كانتونات طائفية، بالتالي حتى أن ما جرى
وهذا ملف النازحين هو أحد نتائج الحرب على العراق، أحد نتائج تدمير العراق. أنا فقط يعني أريد أن أعقب على هذا الشيء. نعم هو نعم، لكن السؤال هنا يعني مثلا مشروع التغيير الديموغرافي، كل هذه حلقات منذ تشكيل مجلس الحكم وإلى آخره لحد ملف النازحين المعطل، هذه الحلقات هل من حلقة مفقودة بإكمالها ممكن أن يكتمل المشروع الأمريكي كله؟ يعني أنا أقول بالنسبة للمشروع الأمريكي، هم لا يعنيهم إن كان العراقيين كلهم سنة ولا كلهم شيعة، لا، هم يريدون من يخدم مصالحهم. نعم. ووجدوا ضالتهم في هذه الأحزاب التي تدعي إنها أحزاب شيعية، وهم براء من الشيعة العراقيين الحقيقيين، لأن الشيعة العراقيين الحقيقيين برهنوا عن وطنيتهم في حرب الثمانينات، وبرهنوا عن وطنيتهم في ثورة تشرين. لا أقول أنهم، هذا مجرد ادعاء، يدعون أنهم أحزاب يمثلون الشيعة، لكن الأمريكان وجدوا ضالتهم بهذه الأحزاب وحاولوا تنفيذ هذا المشروع السيطرة على العراق ليكن من خلال هذه الأحزاب. لكن الطرف الإيراني كان يعرف ماذا يريد، كان يعتقد أن الاحتلال الأمريكي للعراق هي فرصة ثمينة لا يمكن تعويضها إذا فلتت، لذلك هم كانوا يمررون أجندتهم الطائفية من تحت الاحتلال الأمريكي، وقد نجحوا نجاحات كبيرة حقيقة بهذا الموضوع. بالمقابل لم يكن للعناصر الوطنية سواء من السنة والشيعة والكرد لديهم مشروع مضاد لهذا المشروع الإيراني، ولم يكن لهم دول ترعاهم لكي يحاولوا على الأقل أن يحدثوا حالة التوازن. فحدث ما حدث، يعني أنا أقول أن ربما في قابل الأيام، كما الآن الفلسطينيين ينادون الآن بحق العودة إلى فلسطين، ربما سيأتي على السنة يوم ينادون بالعودة إلى أراضيهم، لأنه سيصبح حالنا كمهجرين ونازحين كحال الفلسطينيين منذ 60 سنة. إذن المشروع الأمريكي في العراق هو نفسه المشروع الطائفي الذي يتوافق، نعم، مع ما متداخلة أحدهم يوفر الغطاء إلى الثاني. طيب. بحيث أن هاي المفاوضات الآن التي يسموها بالحوار الاستراتيجي بين الأمريكان والعراقيين، من يمثل السنة في هذا الوفد العراقي؟ فقط مكون من الأحزاب الشيعية والأحزاب الكردية، بحيث أن يعني هذا اليوم. طيب. الآن نرى، فكيف بعد 10 سنوات؟ هذه نقطة مهمة، الحوار الاستراتيجي أو ما يسمى بالحوار الاستراتيجي أو المفاوضات الأمريكية العراقية والحوار الأمريكي مع الحكومة. أستاذ محمد فوز اللامي، هل تعتقد بأن المشروع الأمريكي هو مستمر من خلال هذا الحوار الذي يعرف بالحوار الاستراتيجي، أن نتائج الاحتلال الأمريكي في العراق و صوره الآن على شكل عمليات نزوح كبيرة لا حل لها؟ يعني سيدي، ولا أحد يستطيع أن ينكر بأن ما يجري اليوم هو عملية تغيير ديموغرافي. حقيقة هذه أصبحت واضحة، هذه الأحزاب شكلت حكومات متتالية، وجميع هذه الحكومات استمرت في تنفيذ هذا الملف والحرص على أن يكون هذا الملف على أولوياتها، بأنه لا عودة للنازحين والاستمرار في إخفاء المغيبين قسرا. أما ما يجري الآن من حوار استراتيجي، أعتقد بأن هنالك يستطيع أن تكون إملاءات أكثر مما هي حوار، لأنه الوفد الذي ذهب هم حقيقة ذهبوا لا يمثلون بلد مناظر ولا يمثلون حالة موازية للأمريكان. اليوم هذه الأحزاب أفرغت الميزانية، هذه الأحزاب الحكومة اليوم لا تمتلك سند اقتصادي ولا وضعها الأمني أيضا ليس بالوضع الممتاز 100%. فلذلك اليوم تجد بأن الأمريكان يضعون عليهم خطوط وعليهم تنفيذها، وإذا لم يتم التنفيذ فتجد بأن التصريحات في واشنطن تصريحات تحمل تهديد وتحمل وعيد. أما الأمريكان سيدي، لا يهمهم حقيقة اليوم الملفات الداخلية العراقية ونتائج الاحتلال التي اليوم نعيش هذه النتائج، بأنه الشباب في الشوارع اليوم يقتلون وما زالوا متظاهرين لا يعودون إلى منازلهم، ولا أحد ينفذ طلباتهم. نازحين في المناطق الغربية، لدينا في المناطق الجنوبية حالات فقر كبيرة جدا، 40% تقريبا من سكان هذه المناطق هم تحت خط الفقر. هذه الملفات الأمريكان لا يهتمون بها ولا يعتبرونها ولا يتحملون المسؤولية كنتيجة لاحتلالهم. ما يفعله الأمريكان في هذا الحوار الاستراتيجي هو الحفاظ على وجودهم، الحفاظ على مصالحهم في المنطقة،
وعلى هذه الأحزاب، على هذه الأحزاب سوف تنفذ هذه الإملاءات بغض النظر عن تصريحات ما يسمى بمحور المقاومة والتهديدات والوعيد. الجميع سوف ينبطح الأمريكان وسينفذون، لأنه الكرسي اليوم والبقاء في السلطة بالنسبة لهذه الأحزاب والميليشيات هو أولوية، سواء كان ضد رغبة الشعب العراقي، وسواء كان أنه اليوم هنالك ثورة لمحاولة إزالتهم، رفض شعبي عارم لا يهتمون به. فسيدي هذا الحوار نستطيع أن نختصره بأنه إملاءات من قبل الطرف الأمريكي سوف ينفذه الطرف العراقي. نعم دكتورة فاطمة، الآن يعني ماذا على المنظمات الدولية فعله تجاه ما يجري في العراق؟ نعم، يعني في الحقيقة المنظمات الدولية يقع على عاتقها دور كبير في الحقيقة، وخاصة الأمم المتحدة. يعني بالنسبة إلى عودة النازحين، هناك عدد من يعني الأشياء التي يجب أن يقوم أن تقوم بها هذه المنظمات وتدعم لكي تدعم عودة النازحين، منها ومنها أهمها مثل هذه المناشدات إطلاقها من أجل الضغط على المجتمع الدولي، خاصة وأن تحريك ملف النازحين سوف يتم دوليا وليس فقط عراقيا. هناك لابد من تحديد اولا من هي الجهات التي ساهمت في يعني عدم رجوع هذه النازحون الى مناطقهم، من خلال تحقيق مستقل يثبت ويشير بمن المسؤول عن عدم عودة النازحين، وبالتالي يتم إزالة هذه العقبات. نحن نعرف جيدا أن الميليشيات هي أول من يسيطر على المناطق التي شهدت عمليات عسكرية، وهي التي تمنع عودة النازحين. إذن المجتمع الدولي وعن طريق الضغط على العراق يستطيع أن يحد من سطوة الميليشيات ويحد من تفشي هذه الميليشيات، وبالتالي يساهم هذا بشكل كبير في إرجاع النازحين. إضافة إلى ذلك الفساد المستشري في العراق، والذي أيضا يعني لا يمنع يمنع إعمار هذه المناطق وبالتالي عودة النازحين. إذن المجتمع الدولي له دور كبير في أن يضغط على العراق، خاصة وأن هذه الطبقة السياسية تستمد قوتها ليس من الشعب العراقي، تستمد قوتها من مساندة المجتمع الدولي. نحن نعرف جيدا أن يعني الشعب العراقي سحب البساط من تحت أقدام هذه الطبقة السياسية وفضحها وأثبت أنها لا تمثل الشعب العراقي بصلة، خاصة بعد المقاطعة الكبيرة للانتخابات. إذن الآن هو فقط المجتمع الدولي الذي يساند، ولذلك عن طريق المنظمات الحقوقية يتم تغيير وجهة نظر ومساندة والتقليل من مساندة هذه الحكومات، وبالتالي سوف تساهم بشكل كبير في عودة النازحين. طيب. نعم. أستاذ نظير، هل سيبقى ملف النازحين ورقة سياسية؟ يعني الحقيقة هؤلاء السياسيين سوف يستغلون أي فرصة لإبقاء على هذا النظام الطائفي الإجرامي، ومن ضمن هذه الملفات هو ابقاء موضوع الطائفيه مذكات في يعني في من خلال ابقاء النازحين بعيدا عن اراضيهم بعيدا عن مناطقهم، وهذا موضوع جيد ايضا لديمومه الفساد. يعني كما تعلم ان هناك منظمات تدفع وهناك متبرعين يدفعون الى هذه النازحين، ولكن لا تصل الى النازحين ويتم الاستفاده من هذه الاموال. لذلك أي مبرر يجعل هذا النظام باقي سوف يستغله هذا الأمر. يعني حتى الآن آخر مرة صرح المالكي في موضوع قطع الرواتب، ماذا قال؟ قال أن رواتب رفحة ورواتب بعض ذول المستفيدين الذي لديهم ثلاث رواتب يجب أن لا تقطع، حتى لو اقتضى أن العراق يقترض من الخارج ولا أن يتم قطع الرواتب. لماذا أكد على شيء وهو حقيقة ما يؤمن به؟ لأنه هذا يهدد النظام السياسي الحالي. النظام السياسي الحالي مبني على هذا الفساد، مبني على الطائفية،
ومحاولة محاربة الفساد، محاولة إلغاء الطائفية، محاولة التعامل بعدالة مع المواطنين، هذا يهدد صلب النظام الحالي. لذلك لا يمكن أن نتوقع في قابل الأيام أن الأمور تتغير، بحيث أنهم عندما حاولوا يعني القضاء على المقاومة العراقية ثم إخضاع المناطق السنية بموضوع داعش وغير داعش، الآن بدأ التناحر فيما بينهم، لذلك هم لا يريدون أن يطووا الصفحة جديدة والبدء ببناء عراق جديد. هذا ديمومة الخراب والفساد هي ملاصقة لهذا النظام بشكل يعني لا يمكن فقط أن وجه السؤال للأستاذ محمد فوزي اللامي. أستاذ محمد، يعني مشروع التغيير الديموغرافي من الذي يستفيد منه؟ أثمة قوى دولية إقليمية؟ ما هي الفوائد، ما هي المكاسب من المشروع الديموغرافي أو التغيير الديموغرافي في العراق؟ يعني السيد واضح بأنه المستفيد الأول هي دولة إيران، لأنه الملف التغيير الطائفي، التغيير هو حقيقة تغيير طائفي وليس فقط تغيير ديموغرافي، أن إيران هي التي تدعم هذا النظام السياسي وهذه الأحزاب، وتعلم جيدا مناطق القوى والضعف في المجتمع العراقي، فهي تعلم أن عودة هذه المناطق، أهالي هذه المناطق، عودتهم وأن يستعيدوا عافيتهم سوف يلتحقوا ببقية المحافظات وسوف يحدثون تغيير كبير جدا في العملية السياسية والإطاحة بهذه الأحزاب. لذلك اليوم يجب أن تبقى المناطق الغربية نازحين وضعفاء، وفي مقابل أنه قمع موجود في بغداد وفي المناطق الجنوبية. بهذه الطريقة قد تحصل إيران وهذا النظام السياسي على كم سنة أخرى. فهذا هو مختصر سيدي ما يجري في هذا الملف. والله أستاذ نظير، حل ملف النازحين بيد طهران التي تستغله لمصالحها التوسعية، إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ لا، وصل الأمر الأكثر من هذا، أصبح الملف النازحين مو فقط تتحكم فيه إيران، إنما يتحكمون فيه الأقزام مثل حزب الله اللبناني ومثل شخصية لبنانية وشخصية ما أعرف منين. يعني وصل الاستهانة بالعراقيين والشعب العراقي إلى أنه هناك أناس نكرة لا قيمة لهم في لبنان وفي جحور حزب الله اللبناني، هو من يتحكم في موضوع النازحين العراقيين. هذا يعني الكلام مو من جيبي، هذا كلام اياد علاوي اللي قال انه موضوع جرف الصخر وعدم عودتها اليه الامر مرتبط في حزب الله اللبناني. كذلك يعني هذه المنظومه التي تديرها ايران وتدير ميليشياتها سواء بالعراق او لبنان أو اليمن أو لا نعرف في أي بلد آخر قادم، هي يعني تحاول إحداث هذه التغييرات في تلك البلدان ونشر الفوضى، بحيث أن يعني لو تلاحظ أن لا يوجد بلد لإيران فيها نفوذ إلا وتجد الفوضى فيها. يعني الآن ما هو حال اليمن؟ ما هو حال لبنان الذي تحطم اقتصاديا والتظاهرات تخرج إلى الشوارع؟ يعني لو تلاحظ الآن التطورات الجديدة، البلد بدأ ينهار اقتصاديا كله بسبب يعني هذه الميليشيات التابعة لإيران. ونفس الوضع بالعراق، بل الوضع مأساوي في العراق سواء اقتصاديا أو اجتماعيا وعلى كل الأصعدة حتى صحيا. نحن أمام بلد يدير الخراب في عدة بلدان، هذا يعني الشرق الأوسط مصدر الشر فيه. نعم. هي النظام الإيراني ومن يتبعه. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوفي الكرام، الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي ضيفي في الاستوديو، شكرا لك أستاذ نظير، ونشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد فوزي اللامي الخبير الأمني والعسكري، كنت معنا عبر الهاتف من برلين، شكرا جزيلا لك أستاذ محمد. ونشكرك شكرا جزيلا دكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا من لندن عبر سكايب، شكرا لك دكتورة. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء.